محافظة تعز، إن مدينة تعز شهدت أمس أحداثا تخريبية وفوضوية مؤسفة قامت بها عناصر مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك في تصعيد خطير مس معيشة وحياة المواطنين، متجاوزة الأزمة السياسية ومهددة السلم الاجتماعي في المحافظة. وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن ميليشيات المشترك أقدمت على إغلاق شوارع مدينة تعز بالأحجار وبراميل جمع المخلفات والأخشاب وتحطيم أعمدة الإنارة وخلع البلاط والبارودرات من الأرصفة وإحراق الإطارات في الشوارع وقطع الطرقات واقتحام المدارس وإخراج الطلاب من قاعات الاختبارات وتعطيل مصالح المواطنين. وأضاف كما قامت تلك الميليشيات بتهديد أصحاب المحلات التجارية وإجبارهم على إغلاق محلاتهم بالقوة والاعتداء على كل من يحاول مزاولة نشاطه التجاري، فضلا عن محاولتها اقتحام مكتب الخدمة المدنية وإثارة الرعب والخوف والهلع والاعتداء على طالبي التوظيف والموظفين وإجبارهم على الخروج بالقوة. وأشار المصدر إلى أن تلك العناصر حاولت اقتحام شركة النفط والاعتداء على موظفيها، وقامت بالاعتداء على قسم شرطة الجديري بالقنابل الحارقة، مبينا أن رجال الأمن المتواجدين في القسم اضطروا إلى التصدي لتلك العناصر، ما أدى إلى إصابة 9 من الجنود و3 من المهاجمين. ونفى المصدر سقوط قتلى في أحداث أمس جراء تلك الأعمال الإجرامية التي أقدمت عليها أحزاب اللقاء المشترك. وحذر المصدر من غبة تطاول ميليشيات المشترك والسير في غيها وتماديها في أعمالها التخريبية والفوضوية بقصد جر الوطن نحو ويلات العنف والفتن، مؤكدا بأن رجال الأمن والمواطنين لن يألوا جهدا في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. وأشاد المصدر بجهود المواطنين ورجال الأمن في التصدي لتلك الأعمال التخريبية والحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تنشدها العناصر التي تقف وراء تلك الأعمال التخريبية لإذكاء نار الفتنة وتحويل تعز إلى محرقة، مهيبا بأبناء المحافظة إلى ترجيح العقل وعدم الانجرار وراء أي دعوات فوضوية وأعمال خارجة عن النظام والقانون تسيء إلى أبناء محافظة تعز. بالنسبة للمتظاهرين الذين يعني حضروا أمس، جاءوا يعني الساعة حوالي 7، صايحوا هنا في شارع 26 وقزعوا يعني من باب موسى ودخلوا باب الكبير، يهددوا الناس يقولوا راجعين يا تجار يا قاوعين، غلقوا المحلات، ضروري تشاركونا بال يعني بالعصيان المدني. احنا ما رضيناش نغلق المحل، استقمنا هنا بالباب، دخلوا جنب مركز السعيد، اتقطعوا يعني قاموا هناك بالرقم، مشاو يعني شو يكسروا الزقاقات حق مركز السعيد، حرقوا تايرات. نريد من الدولة يعني يأمنون احنا من الأشخاص هؤلاء اللي دخلوا السوق وفقعوا احنا وفقعوا أطفالنا ويشينهم من ممتلكتنا، ما دريناش ماذا يشتوا مننا. جاءوا من شارع الجمهورية مهبين يعني يشتوا مننا يعني نبند المحلات أو نسكب بترول المحلات، نخرج يعني معتصمين معاهم بالصميل، ويحرقوا التوائر ويرقموا الناس ويرقموا العسكر بالحجار. وبعض من الشباب قمنا يا شباب ما تشمنا، قالوا نخرج معيدين دي باب البترول، ولما تخرج ما نتفشل البترول للمحل ونحرق لك محلات. هذول البلاطقة حق أمس اللي جاوا يغلقوا المحلات تمام بالقوة، يشتوا يحرقوا المحلات والكل، قطع الطرق تمام، هذا عمل ما كذا بلاطقة تمام، هذا عمل يغلقوا المحلات على أساس أن يروح معهم ظاهر اعتصام مدني تمام، عمل لا يرضي الله ولا رسوله تمام، ما ينفعش دولة. ونعيد فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بالمظاهرة قاعد يصور، نريد من علي عبد الله صالح أن ينصف لنا من هذوم الأعداء، ونحن قاعدين نصور المظاهرين وقاعد أقول عليهم ضربوا لنا ضرب وقالوا ليش تقول كذا وشلوا علينا التليفونات وضربوا لنا ونهربتوا. الساعة 7 مساء كانوا ناس ما يقعدون بيداتهم قوارب البترول يهددوا اصحاب المحلات يغلقوا ولا يحرقوا المحلات، معاهم دبا بترول ومعاهم طماش من هذاك الكبار رحيل. يعني هذول المعتصمين يقولون سلميه وكيف سلميه، وهم يقزعونا الى كل شارع ويهددون بانهم يعني سوف يحرقوا الدكاكين وبعدهم بترول بعدهم هذا، ويعني اكثر من مره بالصباح بالمساء بالعصر، واحنا ما احناش متعودين منهم يعني مشوا يعني لا امس يعني حصل يعني حاجه يعني